هذا وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن الحكومة قدمت برنامج عملها تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين والذي يحرص عليه الجميع لتحقيق الإنجاز المأمول، مضيفاً أن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد وفق برنامج زمني محدد يعد وثيقة تعاون بين السلطتين لإزالة العقبات ومواجهة التحديات. ولقد سبقت الإشارة في مقدمة البرنامج إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء التنموي ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص، أخذاً بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي وتعزز من رخاءة وتحسن من جودة معيشته. الأخ الرئيس، الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين، إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد. وتؤكد الحكومة بأن برنامج العمل وهو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار، فإنه كذلك وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدورهم الرئيسي في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتها المستقبلية لما فيه صالح الأجيال المقبلة.